الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ على بركته نستعين. أعزائي المشاهدين متابعينا الكرام مستمرين مع حضراتكم في منافسات هذا الصباح. انطلق ثاني أشواط الحيل الانتاج وهو الشوط الخامس عشر في مجموع أشواطنا في هذا الصباح ضمن منافسات السباق المحلي الثاني. ينطلق هذا الشوط بجديد الإثارة والاندفاع مع هذه الشعارات، شعارات أبناء القبائل المزينة لأرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن. شوط مليء بالأعداد يحمل منافسات هنا مع هذا الانطلاق وعلى مدى الخمسة كيلو مترات. نتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين. نبدأ مباشرة بالتعرف على المراكز المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق المميز والجميل، كما تابعنا أيضا شعار الفراج الذي حقق الشوط الرئيسي الخاص بالانتاج والمنتجين مع تحديات هذا المسار الجميل والانطلاق الرائع والممتاز. نسير مع البداية الأولى والشعار أيضا الخيارين الذي حظى على شوط الزمول الانتاج، بينما يسير ثالث أشواط الانتاج بالتحديات الرائعة. بداية مع المركز الأول الشاهينية، عبد الهادي بن حمد بن حفار يقدم لنا شعاره مع البداية الأولى، بينما النقلة مع المركز الثاني من الجانب الآخر. نتابع الأسماء والشعارات المنطلقة. نسير مع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام لنتابع الأسماء القادمة. شوف الشعارات أيضا المشاركة، لحظات بتتضح الرؤية إن شاء الله، بنشوف وبناخذ الأسماء القادمة والشعارات أيضا المشاركة في هذا الأداء الممتاز مع المركز الثاني متابعينا مشاهدينا الكرام. من الجانب الآخر الشعار الذي بدأ يسير بتحديات جميلة وبمنافسات رائعة ومميزة على أرضية ميدان الشحانية. في المركز الثاني تواجد من أرصاد طالب بن فرج بن هادي بن هليل يقدم أرصاد على المركز الثاني. أما في ثالث المراكز شعار المهيب بشعار الشنجل يتواجد أيضا مع هذه الانطلاقة وفي هذا الشوط في المركز الثالث. تابع الاسم المنطلق من الجانب الآخر، السامري محمد بن ناصر الشنجل يقدم السامرية على المركز الثالث. وفي رابع المراكز وصول من مزنة، عبد الهادي بن عبد الله بن نايف الهاجري يقدم لنا مزنة مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس وصلت إسعفة سنيد بن علي بن سالم الدعية يقدم لنا إسعفة مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمسة الأسماء مع أول ندى في مسار هذا الشوط، ولكن هناك أيضا أسماء قادمة والشعارات لم يحن موعد دخولها إلى المراكز الخمسة المتقدمة، نتابعها من خلال قناة الريان الفضائية المتابعة في هذا الانطلاق مع هذه الرياضة العربية الأصيلة مع العالم الساحر في عالم رياضة الآباء والأجداد. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط مع شعار بن حفار الذي يقدم الشاهينية ويدفع بالشاهينية. في مقدمة الشوط عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار يقدم الزعامة مع الشاهينية وينطلق بالمركز الأول حتى هذه اللحظات، بينما أرصاد من تترصد أيضا الفرصة للانقضاض على ناموس هذا الشوط. طالب بن فرج بن هادي بن هليل، يلا يا بن هليل مع انطلاقة أرصاد على المركز الثاني، ولكن بن نايفة يسير مع انطلاق وتحدي مزنة 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 مع المركز الثاني. عبد الهادي بن عبد الله بن نايف الهاجري يقدم مزنة مع المركز الثالث. أما في رابع المراكز على المركز الرابع هناك السامرية، محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يقدم السامرية على المركز الرابع. وفي المركز الخامس وصول في هذه اللحظات، تابع التقدم مشاهدين الأعزاء اللي وصلت هيبة أربيح بن فراج بن جار الله العجمي، وصلوا أبناء ميدان الشهيد أبناء الكويت. يلا يا العجمي، خير من يمثلهم هنا على أرضية ميدان الشحانية.
في منافسات هذا السباق، سباق المحلي الثاني. وصلت الشعارات وتقدمت في هذه اللحظة. نتابع مسار وتحدي جميل هناك من عوايد راشد بن ثلاب. بن جليميد الهاجري قادم بقوة في هذا الشوط، وشعار بالسيقان القادم، وشعار الدعية، والشعارات أيضا الواصلة في هذه اللحظات. بدأت الزحمة، بدأت الإثارة. 1200 عن خط النهاية، عن نداءنا ما قبل الأخير، عودتنا إلى بن حفار، وشعار بن حفار الذي طار مبكرا في هذا الأداء الجميل مع الشاهينية على مقدمة هذا الشوط. عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري يقدم الشاهينية مع المركز الأول. أجواء الكيلو متر الأخير، بوابة الناموس والانطلاق لخط النهاية، وبن حفار مع الشاهينية يغازلان الصدارة والناموس مع المركز الأول والاندفاع الكبير. بينما بالسيقان القادم مع انطلاقة الجذابة فرج وصالح بن فرج بن حسين بن سيقان المري، وفي المركز الثالث وصلت الواعية صالح بن محمد السندوانة، والمركز الرابع تقدم من اسعفه سنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. لكن خلونا مع مقدمة الشوط مع المركز الأول والصدارة. شوف الفارق بين وبين الشاهينية اللي روحت مع الناموس. سلام يا بن حفار على هذا الانطلاق المميز والجميل مع الشاهينية على مقدمة الشوط مع المركز الأول اللي قامت الشوط راس وانهت المهمة في هذا الأداء الكبير. مشكور يا بن حفار اللي قدم لنا تحديات القمة. هذه مشاهدين الأعزاء الشاهينية في مقدمة الشوط. عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري يقدم لنا الشاهينية مع المركز الأول مع الصدارة الأولى. سلام يا بن حفار على هذا الانطلاق الكبير، هنيالك هذا المال الطيب وهذا الانتاج الفاخر. أيضا مع الشاهينية اللي حققت ناموس هذا الشوط هناك مع المركز الأول مع الصدارة الأولى. 100 متر الأخير له الشاهينية بطلة هذا الشوط. سلام بن حفار، سلام سلام الشاهينية، ولحظة وصولها إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار. تهانينا لعبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار على فوز الشاهينية بالمركز الأول. بينما ثاني المراكز كان الوصول مشاهدين الكرام من الجذابة لصالح بن فرج بن حسين أبو السيقان المري، والمركز الثالث من وصلت الواعية لصالح بن محمد بن علي السندوان المري. المركز الرابع كان من نصيب أسعفة لسنيد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية، والمركز الخامس وصول من هيبة لأربيح بن فراج بن جار الله العجمي. هذه النتيجة مشاهدين الكرام، ولكن عودة مع التوقيت الزمني. لحظة وصول الشاهينية إلى خط النهاية. سلام يا بن حفار، يتحطم التوقيت الزمني مع هذا الشوط ومع انطلاقة الشاهينية. في 7 دقائق قطعت 5 كيلومترات و48 ثانية 83 جزءا من الثانية ليكون التوقيت الأفضل في هذا الصباح حتى هذه اللحظات مع شعار بن حفار مع الشاهينية. عبد الهادي بن حمد بن علي بن حفار المري نهنيك الفوز والانتصار، وسلام على هذا الانتاج المميز ايضا مع الحفار وتحديات هذه الاشواط الجميلة. بينما شعار بالسيقان قدم لنا تحديات الجذابة في 7 دقائق 52 ثانية و95 جزء من الثانية. تهانينا لصالح بن فرج بن حسين بن سيقان المري على فوز الجذابة بالمركز الثاني. ثالث المراكز وصلت الواعية في 7 دقائق 53 ثانية و69 جزء من الثانية. تهانينا لصالح بن محمد بن علي السندوانة المري.